بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معنا آخر تصريحات وزير التربية والتعليم يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، والإعلان عن نسب الإصابات بكورونا في المدارس. وإن شاء الله معنا وهنتعرف على موقع الغياب في وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني للدبلومات، وقرار من وزارة التربية والتعليم اليوم حول إيقاف الدراسة بسبب كورونا. وزير التعليم يهنئ المعلمين ويكشف تفاصيل المزايا المالية. ده آخر تصريحات وزير التربية والتعليم ليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، وآخر مستجدات التعليم في العام الدراسي الحالي 2020-2021. تعامل وزارة التربية والتعليم مع الظروف الطارئة. قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن الوزارة مستعدة لمواجهة أي تطورات تحدث خلال العام الدراسي الحالي بخصوص جائحة كورونا، وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن وضع التعليم في مصر مستقر مقارنة بالدول الأخرى، وأن الوزارة مستعدة لأي شكل من أشكال استكمال الدراسة سواء بالتعليم المباشر أو التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية. وأكد الدكتور طارق شوقي إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات مالية لتحسين وضع المعلمين من خلال حزمة مالية تقدر بحوالي 6.6 مليار جنيه، ليستفيد منها 2.1 مليون معلم. وأضاف وزير التربية والتعليم أن المشروع يتضمن القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر. وسوف يتم البدء في صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة من 390 وحتى 630 جنيه لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية. وضح أنه كذلك تم الاتفاق بين وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم الأزهري الشريف على آلية جديدة وافق عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب لصرف مكافآت امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي بعد منحهم وفقا لمشروع القانون مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم صرف 50% من إجمالي قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريا، والباقي في نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من 130 جنيه إلى 310 جنيها، ويتقاضى معاونيهم ما يتراوح من 100 جنيه إلى 310 جنيه شهريا بتكلفة سنوية إضافية 2.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. وقال وزير التربية والتعليم أن المشروع يتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه وفقا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
ومنح حافز أداء إضافي شهري لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيه إلى 175 جنيه، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. وأكد أنه ينص أيضا أن مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقر الرئيسي بالقاهرة الكبرى بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات وفقا للملائمة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية مكتملة. وبالنسبة للقرار من وزارة التربية والتعليم حول إيقاف الدراسة بسبب كورونا، قرر الوزير أنه خلال الأيام الماضية شهد البلاد حديثا عن بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بعد عودة الإصابات التي تتصاعد من جديد. وقرر وزارة التربية والتعليم اليوم قرارها حول إيقاف الدراسة بسبب كورونا، ومن جانبها علقت وزارة التربية والتعليم على هذه الأنباء المتعلقة بإيقاف الدراسة في حالة عودة فيروس كورونا للانتشار من جديد. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إيقاف الدراسة تحت أي ظرف من الظروف حتى في حالة بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تعمل على التنسيق بشكل مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة والسكان للعمل على حماية الطلاب وأطراف المنظومة التعليمية كافة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وشددت وزارة التربية والتعليم على أن القنوات التعليمية التي تم إطلاقها مؤخرا مثل قناة مدرستنا أو سيتم إطلاقها في المرحلة المقبلة ستكون شريك أساسي في العملية التعليمية. وأشار الوزير في تصريحات أيضا أن الوضع بالمدارس مطمئن للغاية، موضحا أن هناك إجراءات احترازية تم عملها بالفعل منها الجداول التبادلية في المدارس. وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس لا تتعدى 2 في المليون. وبالنسبة لموقع الغياب في وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني للدبلومات، موقع الغياب من وزارة التربية والتعليم 2020 تقدم وزارة التربية والتعليم من خلال موقعها الرسمي خدمة متابعة غياب طلاب الثانوي العام ومتابعة غياب طلاب الثانوي الفني، وخدمة تقدم لولي الأمر لإتاحة إمكانية متابعة ولي الأمر لغياب أبنائهم في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الفني من خلال الرقم القومي للطالب. ويمكن لولي الأمر من خلال هذه الخدمة استعراض سجل غياب الطالب كاملا ورابط موقع الغياب وطريقة التسجيل، وحتى يتمكن ولي الأمر من الدخول على موقع الغياب والتسجيل فيه يتوجه عليه اتباع الخطوات التالية، وهي الدخول على موقع الغياب من خلال الرابط، طبعا نضغط على الرابط اللي قدامنا بيانس، والتسجيل في خدمة متابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية خلال كتابة البيانات، وهي نكتب الرقم القومي وبعدين سنة الميلاد والشهر واليوم وتاريخ الميلاد، ونختار من القائمة اللي هو النوع ومحافظة الميلاد زي طبعا ما احنا شايفين قدامنا. بتفتح لنا الصفحة اللي قدامنا خدمات الإلكترونية خدمات ولي الأمر، هنا بندخل الرقم القومي للطالب في الخانة الأولى، تاريخ الميلاد السنة، وبعدين نختار الشهر،
نضغط على السهم طبعا اللي قدامنا ده، وبيختار لنا اليوم، دخل اليوم والشهر والسنه. وبعدين بنختار محافظه الميلاد، المحافظه التابع لها الطالب، والنوع سواء ذكر او انثى. وبعدين بنضغط على تسجيل دخول، بيفتح لنا الصفحه وبنستعرض غياب الطلاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.